بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده من ترند يلا كوره. ترند يلا كوره النهارده معانا ترندين. ترند الاول هو الترند اللي كان شاغل بال ناس كتيره من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ريني فايلر، المدير الفني الجديد، كويس وحش، اختياره كان صح اختياره كان غلط، ايه المعايير تم اختياره عليها، هينجح هيفشل، زي مين في تاريخ مدربي النادي الاهلي جه بالطريقه دي. اسئله كتيره سالت عليها على السوشيال ميديا في وجهة نظري حوالين اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لريني فايلر، خصوصا ان هو جاي طبعا بعد تجربة سيئة جدا 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 لمارتن لاسارتي اللي كان جاي في بدايته مع يعني هالة إعلامية كبيرة، خصوصا هو الأب الروحي ليه طبعا النجم الفرنسي الشهير توان جريزمان. وجريزمان شفناه حتى في عيد ميلاده كان بيتكلم على لاسارتي بشكل كبير. فالسؤال اللي هيدور في أذهان كتير من جمهور النادي الأهلي، الراجل ده اختارناه بناء على ايه، وايه اللي احنا منتظرين منه عشان يحسن من شكل الفريق اللي اكيد خلال الموسم اللي فات في وجهة نظري حقق 30% من اهدافه هو بالفوز بالدوري، طبعا في وسط الخسارة دوري ابطال افريقيا طبعا بعد الخماسية الشهيرة قدام سان داونز، وبعد طبعا الخسارة الرابعة التوالي قدام فريق بيراميدز في كاس مصر. انا وجهة نظري اشوف المجلس الاداري النادي الاهلي وهو بيختار مدير فني بعد لاسارتي اكتر حاجة هو لازم ياخد باله منها هو جزء الشخصية. النادي الاهلي في الوقت الحالي في وجهة نظري محتاج مدير فني عنده شخصية، عنده شخصية بنسبة 65% لفنيات بنسبة 35%. وتعالوا يا جماعة خلال ال 30 سنة الأخيرة تعالوا نقيم المديرين الفنيين الأجانب اللي جم للنادي الاهلي وكان معايير نجاحهم ايه. التسعينات اي حد يفتكر النادي الاهلي في التسعينات هيفتكر اثنين مديرين فنيين هما هولمان وتصبر. هولمان اول ما جه النادي الاهلي يفتكر ما كانش اداؤه كبير جدا في بدايه التسعينات، نادي الزمالك كان واخد 2 دوري والنادي الاسماعيلي خد دوري، النادي الاهلي رجع ليه بطوله الدوري العام لما خدها في موسم 93-94 طبعا بعد مباراه فصل شهيره مع النادي الاسماعيلي وكسبها النادي الاهلي 4-3. من بعد ده بدا النادي الاهلي يلجأ للمدرسه الالمانيه. المدرسه الالمانيه متمثله في هولمان، او هولمان اول ما بدا مع النادي الاهلي كان بدايته كانت متواضعه جدا جدا، وان الاهلي كان متاخر عن نادي الزمالك في الموسم الشهير موسم 95-96 نفتكر لما كان نادي الزمالك متقدم بفارق نقاط، ونادي الاهلي قدر بعد كده يرجع في نهايه الموسم طبعا بالهدف الشهير كابتن رضا عبد العال لما احرزه في جمهوريه شبين. النادي الاهلي كان ايه ميزته في الوقت ده؟ النادي الاهلي كان ميزته انه كان عنده اداره كره قويه. النادي الاهلي كان لعيبه ممكن تبدا الموسم بشكل سيء ولكن كان بتفنشه بشكل جيد لما بيتحط سيستم وبيتم معالجه الاخطاء. النادي الاهلي ساعتها ما كانش بس الانتصار يمكن يحسب لهولمان بس، لا طبعا كان في معاه مدير كوره قوي جدا وكان في اداره قويه كانت بتلزم اللعيبه. برضو الموسم اللي وراه نادي الزمالك كان متقدم عن النادي الاهلي فرق 13 نقطه في نص الموسم بالظبط، كان نادي الزمالك متقدم ب 13 نقطه وقدر النادي الاهلي برضو يعمل الكامباك. فبالتالي انا بشوف المميزات للنادي الاهلي في الفتره دي كانت ان اللعيبه بتلتزم. طيب لما جه مانويل جوزيه بقى في فتره من 2000 ل 2010 كان بيعمل دورين، وجهه نظري كان بيعمل دور المدير الفني وكان بيعمل دور الاداره مدير الكوره وبيعمل انضباط في الفريق، ودي الحاجه اللي انا اعتقد النادي الاهلي خسرها في السنوات الاخيره خصوصا بعد رحيل الكابتن حسام بدري. لما اجي بشوف خلال السنوات الاخيره مين المدير الفني اللي كان كويس بعد مانويل جوزيه ما بشوفش غير الكابتن حسام بدري، هو الوحيد اللي ممكن نقول عليه انه قدم نجاحات مع الفريق رغم طبعا كان في مدربين كتير جم، حتى ابرزهم طبعا اكبر سي في جه في تاريخ النادي الاهلي مارتن يول، اذا مثلا قلنا ان هو جه مدير فني كبير كان شغال في الدوري الانجليزي. فبالتالي انا بشوف النقطه الوحيده اللي لازم نبص على ريني فايلر فيها هو جزء الشخصيه، هتقدر تطوع الفريق ده كله تحت ادارتك ولا لا؟ حتى هو لو فنيات عنده قليله، انا شايف ان المدير الفني الناجح مع نادي الاهلي او مع نادي الزمالك او منتخب مصر لازم يبقى اداريا ومعنويا بيشتغل بنسبه 60-70% والفنيات 30%. لو عندي مدير فني كارتيرون، على فكره كارتيرون كان مدير فني ككوره كويس جدا مميز جدا جدا جدا، وكل لعيبه النادي الاهلي اتدربوا معاه اشادوا بيه واشادوا بالتدريبات بتاعته واشادوا باسلوبه في الفنيات، لكن كارتيرون ليه ما نجحش مع النادي الاهلي؟ بسبب شخصيته. كارتيرون كان من نوعيه المدربين اللي كان بيمشي الدنيا، بيقول حاضر مفيش مشكله ما بيواجهش. حتى لما رحنا النادي الاهلي راح تونس وفي مباراه الاياب قدام الترجي وحصلت المشاكل دي كلها، كارتيرون كان بعيد عنها تماما وما اتدخلش فيها، ولما نزل حتى الملعب ما كانش بيحاول يحمس اللعيبه ومش شايف وما اتعاملش مع حجم الضغط اللي الترجي وجمهوره عمل. طبعا فاكرين اليوم ده لما النادي الاهلي خسر الفاينل. وبالتالي انا بشوف مهم جدا عند المدير الفني يبقى للنادي الاهلي في الوقت الحالي يبقى عنده شخصيه يقدر يظبط القايمه اللي مع النادي الاهلي، واحده من اكتر القوائم اللي فيها مهارات للنادي الاهلي، ولكن لما الفرقه عندك المهارات فيها بتزيد لازم تعرف ان انت هتواجه مشكله في الشلليه، يبقى في شلل كتيره في الفريق، لازم المدير الفني يظبط
الحته دي، لان انت لو ما ظبطتش الجزء الاداري عند اللاعبين هتخسر سيطرتك عليهم في الماتشات، عمرك ما هتقدر تسيطر عليهم مهما انت كنت مين. وهدي مثلا بسيط جدا جدا جدا، ما فيش حد فينا يختلف على قدرة مورينيو الفنية، ولكن مورينيو لما خسر غرفة الملابس في مانشستر يونايتد خلاص الموضوع انتهى. والنهارده في حد يجرؤ يقول ان سولشاير مثلا فنيا احسن من مورينيو؟ مستحيل، صعب جدا. ان عدد سنوات سولشاير على دكة البدلاء كمدير فني عمرها ما نقدر نقارنها بعدد سنوات مورينيو، ولكن سولشاير بيحاول على قد ما يقدر انه يقرب من اللعيبة، يبقى مسيطر عليهم كشخصيات وكغرفة ملابس. دي النقطة اللي خسرت مورينيو، وانا اعتقد برضه دي احد النقط اللي النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي محدش فيش مدير فني بعد واحد مانويل جوزيه في الالفينيات كلها، وبعديها حتى لما جه كابتن حسين البدري وفي الولايه الثالثه بالذات، يعني مش هتكلم على الولايه الاولى كان لسه كابتن حسين البدري يحاول يمشي نفسه، لكن في الولايه الثانيه قدر يقدم اداء جيد. في الولايه الثالثه فعلا اداؤه كان ناجح بشكل كبير وقدم فريق قوي جدا جدا، هو اكتر مدير فني على فكره قدم احسن فيرجن من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما قدمش اداء كبير مع اي مدير فني غير من كابتن حسين البدري في بطولات كتيره، وبالتالي الحكم على ريني فايلر اكيد هيبقى اولا من خلال سيطرته على اللاعبين، وثانيا قدرته على تحقيق الانتصارات في المباريات وصولا الى البطولات.